لا لا صدق الضحك دي مش شوية لغة غير داخلة في الموضوع. أكسيو الإدعام الدراسي هي واحدة إحدى الأنشطة المنهجية التي ترتبط ارتباطا وثائقيا بالمدرسة، فغالبا يعني ما يتم تفعيل الإذاعة المدرسية في الصباح عند البداية عند بداية الدوام وقبل الدخول إلى الفصل لأخذ المعلومات والدروس، وهي عبارة عن إذاعة مسموعة. رغد، شنو هو السبب اللي خلانا نديرو هذه الإذاعة الدراسية؟ السبب ديال إنشاء الإذاعة المدرسية هو باش كنحفزو التلاميذ وكنخليهم ما يملوش، وباش زعما بحال كيهرسوا الروتين ديالهم في المدرسه، ماشي يبقاو غير الدروس الدروس الدروس. كنديروا شي شويه الانشطه، وهذا هو السبب اللي كيخلي التلاميذ يجتهدوا في الدراسه ديالهم. الإذاعة المدرسية هي عبارة عن مجموعة من الفقرات التي تقدم في المدارس، ويتم تقديمها من طرف تلاميذ تحت إشراف أساتذتهم، ولكل فقرة منها دور هام في تنمية مهارات وقدرات التلميذ. الأهداف ديال الإذاعة المدرسية هي أننا كنزودوا التلميذ بواحد مجموعة من المعلومات كثيرة في واحد الوقت معين، تحفيز التلميذ على كنحفزوا التلميذ على انه يبحث ويتطور، يعني يحاول يزيد القدام وتطوير العلاقه بين الاستاذ والتلميذ، وتقويه شخصيه التلميذ من خلال تقديم وتنشيط الفقرات. يعني بحال مثلا التلاميذ كنقويو لهم شخصيه ملي كينوضوا كينشطوا لنا الفقرات، وكنحفزوا التلميذ على الابداع، كنديروا لهم هاد ديزاكتيفيتي باش كنعمروا لهم ديك الوقت ديال الفراغ ديالهم، وكنقويو الترابط بينهم باش ما يكونش واحد الاختلاف بيناتهم والمخاصمه. هما الادوات الاساسيه اللي غادي نحتاجوها في الاذاعه الدراسيه، غادي نحتاجوا لي ميكرو، وغادي نحتاجوا ايضا لي كاسك ولي طابل دو ميكساج، وكاينين لي زورديناتور. الهدف من تكوين ديال هاد الإذاعة المدرسية أنها قادرة في أن تساهم في التكوين المعرفي والاجتماعي للتلميذ بصورة تفوق الدروس التقليدية. بالنسبة للإذاعة المدرسية غادي تنقسم يعني لأربعة ديال الأقسام، كاين قسم ديال اللغة العربية، وقسم اللغة الفرنسية، وقسم الإنجليزية، وقسم الأمازيغية، وزعما حد موافق للجميع. لا كنطلب من كاع التلاميذ انهم يجيو يعني ينخرطوا معنا في هذه الاذاعه المدرسيه، حيت يعني هي ماشي مضيعه للوقت ولا شي حاجه، هي بالعكس راير يعني كديري فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي، وكتزيد تنمي هذاك الشيء اللي عندك في عقلك، يعني تاخذ منها بزاف ديال الحوايج جداد ما كنتش عارفهم، ويعني فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي، وغادي يعني هي كتاخذ منها بزاف ديال الافكار، وفي نفس الوقت كتسلى فيها، وفيها بزاف ديال الحوايج يعني تقدر ديرهم. ويعني تعلموا شي حاجه يعني اللي ما كايناش في المدرسه، يعني مثلا بحال الرياضه، يعني اسئله في الرياضه، اسئله في فنون، يعني في الموسيقى فنون. كندعو ان التلاميذ والتلميذات ينخرطوا معنا في هذه الاذاعه المدرسيه. الفقرات اللي غادي نتطرقوا ليها في هذه الاذاعه المدرسيه مواهب العرفان، لانه كاين بزاف المواهب ولكن في هذه المدرسه ولكن حنا ما عارفينهمش. بالتالي كاين ضيف عرفان كل مرة غنجيبو أستاذ أو من الأطر التربوية أو تلميذ، وبدو مباشر اللي غيكون في الساحة ديال المدرسة، غيكون في بزاف ديال الفقرات اللي غيستمتعوا فيها التلاميذ وكاع اللي كاينين في المدرسة. اخبار العرفان غيكونوا فيها كاع الاخبار اللي كدور في المؤسسة. بالنسبه
بالنسبة للبرامج اللي غادي يكون عندنا في الإذاعة كاين برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج ترفيهية، برامج يعني موسيقية فنونية. وإن شاء الله كنتمنى يعجبوا يعني التلاميذ والتلاميذات يعجبوهم الإذاعة الدراسية ويلقاو يعني يلقاو في اللي يديروا وقت الفراغ ديالهم. كندعو التلاميذ باش يلتحقوا بهاد الإذاعة الدراسية حيت يستافدوا بزاف، وماشي بالضروره يعطيو شي حاجه اللي هي رائعه، ولكن غير يبذلوا واحد المجهود وممكن يكونوا عندهم شي موهبه ما عرفناش وغيكتشفوها معنا في هاد الإذاعة المدرسيه.